غدا رئاسة الجمهورية تبدأ تشكيل لجان متابعة قرارات السيسي بمؤتمر الشباب. مصرع 13 شخصا بسبب السيول في الصعيد، والحكومة تتابع الموقف. وفي هذه النشرة أيضا نتابع: الداخلية تعلن مصرع شخص وإصابة آخر في انفجار قنبلة بعين شمس. منتصف ليل القاهرة، تحية طيبة لكم أينما كنتم. تبدأ رئاسة الجمهورية اعتبارا من الأحد تشكيل اللجان المعنية بتنفيذ قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي أصدرها في ختام المؤتمر الوطني الأول للشباب. في رسالة وجهها للشباب عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، وجه الشكر لشباب مصر الذين شاركوا بالتنظيم أو بالنقاش أو بالجهد أو حتى بالصياغة في المؤتمر الوطني الأول للشباب. قال السيسي إن الدولة أعادت اكتشاف شبابها الوعد ورؤيتها القومية الحقيقية. كان الرئيس السيسي أصدر توجيهات مشددة بسرعة البدء في تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن المؤتمر الوطني للشباب، وقد قرر الرئيس تشكيل لجنة وطنية من الشباب وبإشراف مباشر من رئاسة الجمهورية لمراجعة موقف الشباب المحبوسين على ذمة قضايا ولم تصدر بحقهم أي أحكام قضائية تمهيدا للإفراج عنهم. أفكار ورؤى ومقترحات للنهوض بوطنكم وإيجاد مسار وطني ناجح يحقق آبالكم، فإنني قررت الآتي: تشكيل لجنة وطنية من الشباب وبإشراف مباشر من رئاسة الجمهورية تقوم بإجراء فحص شامل ومراجعة لموقف الشباب المحبوسين على ذمة قضايا تقوم بإجراء فحص شامل ومراجعة لموقف الشباب المحبوسين على ذمة قضايا ولم تصدر بحقهم أي أحكام قضائية، وبالتنسيق مع جميع الأجهزة المعنية بالدولة على أن تقدم تقريرها خلال 15 يوم على الأكثر. لاتخاذ ما يناسب من إجراءات بحسب كل حالة وفي حدود الصلاحيات المخولة دستوريا وقانونيا لرئيس الجمهورية. كما أعلن الرئيس السيسي أيضا عن دراسة مقترحات ومشروعات تعديل قانون التظاهر المقدمة من الشباب خلال المؤتمر. قيام رئاسة الجمهورية بالتنسيق مع مجلس الوزراء ومجموعة من الرموز الشبابية بإعداد تصور سياسي لتدشين مركز وطني لتدريب وتأهيل الكوادر الشبابية لتدشين مركز وطني لتدريب وتأهيل الكوادر الشبابية سياسيا واجتماعيا وأمنيا واقتصاديا من خلال نظم ومناهج ثابتة ومستقرة تدعم الهوية المصرية وتضخ قيادات مصرية شابة في كافة المجالات. قيام رئاسة الجمهورية بالتنسيق مع جميع أجهزة الدولة نحو عقد مؤتمر شهري للشباب يحضره عدد مناسب من ممثلي الشباب من كافة الأطياف والاتجاهات يتم خلاله عرض ومراجعة موقف جميع التوصيات والقرارات الصادرة عن المؤتمر الوطني الأول للشباب وما يستجد بعدها وصولا إلى المؤتمر الوطني الثاني للشباب
المقرر عقده في نوفمبر 2017 إن شاء الله. قيام الحكومة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة بدراسة مقترحات ومشروعات تعديل قانون التظاهر المقدمة بتحبوا التظاهر أوي كده طيب بدراسة مقترحات ومشروعات تعديل قانون التظاهر المقدمة من الشباب خلال المؤتمر وإدراجها ضمن حزمة مشروعات القوانين المخطط عرضها على مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي. وعلى هامش الجلسة الختامية للمؤتمر الوطني الأول للشباب كرم الرئيس عددا من الشباب من بينهم مريم أحمد بيومي طالبة بالصف الثالث الثانوي وذلك لاختراعاتها المتميزة وجون مجدي سامي الذي أبدع في مجال الفضاء وفاطمة أحمد سعيد التي مثلت مصر في كافة مسارح الأوبرا العالمية إضافة إلى المهندس محمد هاني عمر الذي شارك في أعمال أنفاق قناة السويس واللاعب إبراهيم حمدتو الذي شارك في بطولة الأولمبيات البارالمبية من ذوي الاحتياجات الخاصة. لمريم أحمد بيومي. في العرض التالي المزيد من التفاصيل عن قرارات الرئيس السيسي في ختام المؤتمر الوطني الأول للشباب. قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي في الجلسة الختامية للمؤتمر الوطني الأول للشباب. تشكيل لجنة وطنية من الشباب بإشراف مباشر من رئاسة الجمهورية لمراجعة موقف الشباب المحبوسين على ذمة قضايا على أن تقدم تقريرها خلال 15 يوماً. قيام الحكومة بالتنسيق مع الجهات المعنية للدولة بدراسة اقتراحات الشباب لتعديل قانون التظاهر. قيام رئاسة الجمهورية بالتنسيق مع جميع أجهزة الدولة لعقد مؤتمر شهري للشباب لمراجعة توصيات وقرارات المؤتمر الوطني الأول للشباب وما يستجد بعدها وصولاً للمؤتمر الوطني الثاني في نوفمبر 2017. قيام رئاسة الجمهورية بالتنسيق مع مجلس الوزراء والشباب لعمل تصور لمركز وطني لتأهيل الكوادر الشبابية سياسياً واجتماعياً وأمنياً واقتصادياً. تكليف الحكومة بعمل حوار مجتمعي شهري لتطوير التعليم خلال شهر على الأكثر يحضره جميع المتخصصين والخبراء على أن تعرض الورقة خلال مؤتمر الشباب الشهري المقرر في ديسمبر القادم. دعوة شباب الأحزاب والقوى الشبابية لإعداد برامج للتنمية على أن تكون أهم أولوياتها القضاء على الأمية في المحافظات. تكليف الحكومة بالتنسيق مع مجلس النواب لسرعة الانتهاء من إصدار التشريعات المنظمة للإعلام وتشكيل الهيئات والمجالس المنظمة للعمل الصحفي والإعلام. قيام الحكومة بالتعاون مع الأزهر والكنيسة المصرية لعقد حوار مجتمعي موسع لوضع ورقة عمل وطنية تمثل استراتيجية شاملة لترسيخ القيم والمبادئ والأخلاق ووضع أسس سليمة للخطاب الديني. أكد مجلس الوزراء أن المهندس شريف إسماعيل يتابع الموقف المتعلق بالسيولة التي تعرض لها عدد من المحافظات مع غرفة العمليات المركزية التي تم تشكيلها. كان إسماعيل أجرى اتصالات بكل من محافظي سوهاج وقنا وأسيوط والبحر الأحمر لبحث التطورات والوقوف على الإجراءات التي يتم اتخاذها، كما أجرى اتصالات مع وزراء التضامن الاجتماعي والصحة والتنمية المحلية حيث اطلع على الجهود المبذولة لإنقاذ العالقين وإجراءات تقديم الرعاية اللازمة لهم، ووجه بالدفع بكافة التجهيزات المطلوبة لمواجهة الآثار المترتبة على السيول، كما وجه بإعداد حصر شامل بالمتضررين. من جانبها دفعت القوات المسلحة بمجموعة من عربات شفط لسحب مياه السيول من منازل أهالي مدينة رأس غارب. أسفرت السيول التي اجتاحت رأس غارب عن مصرع 7 أشخاص وإصابة 37 وغرق آلاف المنازل وجرف مئات السيارات. من جانبه قرر اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر صرف مبلغ 50,000 جنيه لأسرة كل متوفي و10,000 جنيه لكل مصاب في مدينة رأس غارب من المتضررين من مياه السيول.
من جانبها، بدأت لجنة من مديرية التضامن الاجتماعي بالبحر الأحمر مساء أمس الجمعة أعمال الحصر للمتضررين من السيول بمدينة رأس غارب، كما قامت اللجنة بحصر جميع الخسائر في المنازل والمحال التجارية لصرف التعويضات اللازمة للمتضررين، حيث تقرر صرف 50,000 جنيه لأسرة المتوفي و 10,000 جنيه للمصاب. بسبب عدم استقرار الأحوال الجوية، أغلقت هيئة موانئ البحر الأحمر ميناء نويبع لنقل الركاب والبضائع في محافظة جنوب سيناء، وميناء الزيتيات لنقلات النفط والغاز الطبيعي، وميناء بور توفيق لنقل الركاب والبضائع في محافظة السويس. وقال المتحدث باسم الهيئة إن حالة الطوارئ أعلنت في الموانئ الأخرى التابعة للهيئة لضمان سلامة الملاحة في ظل هذا الطقس. في سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان وفاة 6 أشخاص وإصابة 24 آخرين في حادث انجراف أتوبيسين وعدة سيارات عن الطريق الصحراوي الشرقي باتجاه قنا بمحافظة سوهاج نتيجة السيول الغزيرة التي تشهدها المحافظة. أوضحت وزارة الصحة أن حالات الإصابة تتراوح بين كدمات وسحقات، ما عدا حالة واحدة تعاني من خلع بالكتف اليمنى، وأن جميع الحالات تتلقى العلاج اللازم. قال الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج إن مياه السيول غمرت شوارع 4 قرى واقعة بالقرب من الجبل الشرقي بمركزي صقلتة وأخميم بالمحافظة. أضاف عبد المنعم أن غرفة العمليات المركزية وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة تلقت إخطارا بهطول مياه السيول من أعلى الجبل لقرى الجلواية والحاجر وحسين عبيد بمركز صقلتة والصوامعة بمركز أخميم. اللي حصل الحقيقه ان امبارح على الساعه تقريبا 5:30 في قريه في الصوامعه دي تبع مركز اخميم بيبقى فيه تجمعات ميه، احنا عارفين ان في شتاء غزير جدا في البحر الاحمر وفي اسيوط، الجبل فوق بيمشي عليه هذه الكميات من المياه، في بقعه اتكومت فوق في الجبل ومع تقلها بتفتح، فنزلت كميه محدوده وليست كميه يعني كميه سيل لا قدر الله، ولكن الحقيقه احنا عاملين 6 مرات محاكاه لكيفية مواجهة السيول. كل الأجهزة التنفيذية اللي موجودة بتبقى مشاركة مع مديرية الأمن، مع الحماية المدنية، مع المسطحات، حتى المجتمع المدني، الجمعيات الأهلية، الهلال الأحمر، عاوز أقول لحضرتك حتى ذوي الإعاقة بيبقوا معانا مشاركين بالتوعية للمواطنين قبل وبعد لو في أي حاجة لا قدر الله. شهدت محافظة قنا سقوط أمطار غزيرة، كما سقطت سيول بطريق قنا سوهاج بالكيلو 110، ما أدى إلى إغلاق عدد من الطرق الصحراوية، ورفعت الأجهزة المعنية درجة استعدادها للتعامل مع أي أحداث محتملة، وقد طالب الأهالي بتدخل قوات الجيش لانتشال العالقين من ذويهم بسبب السيول التي اجتاحت المحافظة. الحادث وقع على الرغم من استعداد محافظة قنا للسيول بإعداد خطة متكاملة للتعامل معها. وقال حسين يوسف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا إنه تم تشكيل غرفة عمليات وتوفير 20 مكانا إيوائيا بمختلف قرى ومراكز المحافظة. الحقيقة استعداداتنا للسيول وفي موسم الشتاء بدأت مبكرا بأن احنا أعددنا خطة بالتنسيق مع الجهات الحكومية الشريكة ومع برضو الجمعيات الأهلية زي جمعية الهلال الأحمر وشبابنا المنضم للجان الإغاثة المشكلة على المحافظة كلها، عندنا 118 وحدة اجتماعية موزعة في كل القرى والنجوع، هم بالفعل أعضاء في لجان الإغاثة العامة للمديرية، عندنا مركز إغاثة إقليمي بيخدم الكوارث والنكبات لا قدر الله في نطاق محافظة قنا وبيقدم إيد المساعدة للمحافظات المجاورة لو لا قدر الله أي محافظة الإمكانيات ما أسعفتهاش، المركز مقام على مساحة كبيرة في عنابر فيها مئات الخيام فيها آلاف البطاطين والمراتب والأسرة اللي موجودة عشان خدمة يعني الصدمة الأولى في حالة وصول الأمطار والسيول لحد الكارثة.
في أسيوط أصيبت المحافظة بحالة من الشلل وتوقفت حركة النقل والمرور إثر موجة من السيول أسفرت عن مصرع شخصين وإصابة آخر. أعلنت المحافظة رفع حالة الاستعداد القصوى بجميع الوحدات المحلية بالقرى والمراكز وانعقاد غرفة الكوارث والأزمات على مدار 24 ساعة. احنا يمكن عملنا اكتر من تجربه على فتح معسكرات اغاثه او ان احنا هنتكلم النهارده في موضوع مجابهه السيول ذات نفسها، ان احنا النهارده على مستوى كل مركز ووحده محليه مطلوب من السيد رئيس الوحده المحليه او العناصر بتاعته كلها بالكامل تطهير جميع المخرات والتصوير ما قبل وما بعد، وده الكلام ده في خلال 5 ايام هيكون موثق عندنا بالصوت وبالصوره من الاماكن كلها بالكامل. ما بقاش غني كان هما منطقتين، منطقه في عرب العوامر وفي عرب العطيات دي في مدينه ابلوب، وفي منطقه في الساحل منطقه الخليه في ساحل سليم. السيول التي ضربت عددا من المحافظات دفعت وزارة الموارد المائية والري لتشكيل غرفة عمليات مركزية إلكترونية تضم كافة الجهات المعنية للتعامل الفوري والعاجل مع السيول والأمطار والتنسيق للدفع بكل الموارد المتاحة لإنقاذ الوضع. أكدت الوزارة على الجهات المعنية ضرورة التأكد من جاهزية مخرات السيول ومتابعة كافة الإجراءات لمواجهة الأمطار. أعلنت وزارة الداخلية مقتل شخص وإصابة آخر إثر انفجار عبوة ناسفة بدائية الصنع أثناء مرور دورية أمنية في جسر السويس بمنطقة عين شمس. قال المسؤول الإعلامي بالوزارة إن العبوة انفجرت على جانب الطريق بشارع جسر السويس بمنطقة عين شمس أثناء مرور الدورية، مضيفا أن الانفجار لم يسفر عن سقوط ضحايا في صفوف الأمن، فيما قتل شخص وأصيب آخر تصادف مرورهما بمكان الحادث أثناء الانفجار. هذا وقد أمر وزير الداخلية بعلاج المصاب في حادث الانفجار على نفقة الوزارة. أعلن المتحدث العسكري العميد محمد سمير أن قوات الجيش ضبطت كميات كبيرة من الألغام والعبوات الناسفة المعدة للتفجير قبل وصولها إلى التكفيريين بشمال سيناء. أشار المتحدث إلى أن تلك العمليات جاءت مع الاستمرار في فرض حصار بحري على امتداد الشريط الساحلي بمناطق مكافحة النشاط الإرهابي لمنع وصول الإمدادات والدعم اللوجستي للعناصر الإرهابية المحاصرة في سيناء. واصلت القوات المسلحة جهودها في استكمال العملية الشاملة حق الشهيد مدعومة بعناصر من الشرطة المدنية لفرض السيطرة الأمنية الكاملة على القرى والمدن في محيط مناطق مكافحة النشاط الإرهابي بالعريش ورفح والشيخ زويد. ففي نطاق الجيش الثاني الميداني تمكنت القوات المشاركة من اكتشاف مخزن عثر بداخله على كميات كبيرة من المواد المخدرة والعبوات الناسفة بدائية الصنع والمفجرات ودوائر النسف والتدمير والمواد الكيميائية التي تدخل في صناعة العبوات شديدة الانفجار وتدمير العديد من العبوات الناسفة المعدة للتفجير والتي تم زراعتها لاستهداف القوات على محاور التحرك خلال المداهمات واكتشاف وتدمير فتحة نفق جديدة وعدد من الخنادق التي تستخدمها العناصر الإرهابية كملاجئ للهروب من القوات. يأتي ذلك مع الاستمرار في فرض حصار بحري على امتداد الشريط الساحلي بمناطق مكافحة النشاط الإرهابي لمنع وصول الإمدادات والدعم اللوجستي للعناصر الإرهابية المحاصرة في سيناء. هذا فيما تمكنت قوات إنفاذ القانون بنطاق الجيش الثالث الميداني من ضبط 13 صندوقا عثر بداخلهم على 80 لغم مضاد للدبابات و15 اسطوانة لمادة بروميد الميثيل والتي تستخدم في صناعة العبوات الناسفة شديدة الانفجار، وذلك قبل تهريبها إلى العناصر التكفيرية عبر الدروب والطرق الصحراوية التي تربط مناطق وسط وشمال سيناء. نشرة الحصاد مستمرة وفيها إدانات عربية واسعة لاستهداف الحوثيين مكة المكرمة، وداعش يحتجز آلاف المدنيين كدروع بشرية في الموصل. أما بوتين فيرفض استئناف الغارات الروسية على حلب ويعتبرها غير مفيدة حاليا.
أدانت وزارة الخارجية قيام ميليشيا الحوثيين بإطلاق صاروخ باليستي تجاه مكة المكرمة. قالت الخارجية في بيان لها إن هذا العمل يمثل تطورا خطيرا وسابقة غير مقبولة، استخفافا لا يمكن السكوت عنه بحرمة الأماكن الإسلامية المقدسة ومشاعر المسلمين في كافة أنحاء العالم. كما أكد البيان على تضامن مصر الكامل مع المملكة العربية السعودية تجاه هذا الاعتداء السافر وعلى موقفها الثابت الداعم للحكومة الشرعية في اليمن. كما دان مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية استهداف جماعة الحوثي وصالح مكة المكرمة بصاروخ باليستي تصدت له وسائل الدفاع الجوي بالسعودية بعد إطلاقه من محافظة الصعدة اليمنية. هذا واندلعت مواجهات بين الجيش اليمني مدعوما بقوات المقاومة وميليشيات الحوثي على جبهات عدة بالتزامن مع شن التحالف العربي الداعم للشرعية غارات على مواقع المتمردين. سياسيا، قال رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر إن حكومته لم تتلقى حتى الآن أي مشروع اتفاق أو تسوية سياسية من المبعوث الدولي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد. أضاف بن دغر أن الحكومة ستتعاطى إيجابيا مع كافة الجهود المبذولة من أجل إحلال السلام وإيقاف الحرب التي فرضتها ميليشيا الحوثي، وأكد موقف الشرعية الذي ينص على تسليم الميليشيات للسلاح والانسحاب من المدن التي احتلتها وفي مقدمتها العاصمة صنعاء. في غضون ذلك، أعلنت الولايات المتحدة عن أنها اعترضت 4 شحنات أسلحة مرسلة من إيران إلى الحوثيين وحلفائهم في اليمن منذ أبريل 2015 حتى الآن. قال الأميرال المساعد كيفن دونغان الذي تشرف قيادته على العمليات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط إن الشحنات كانت تتضمن آلاف رشاشات الكلاشينكوف وصواريخ مضادة للدبابات والدروع وبنادق قنص ومعدات أخرى وأنظمة تسليحية متطورة، مشيرا إلى أن إحدى الشحنات صدقت الأمم المتحدة على أنها شحنة أسلحة غير مشروعة. إلى موسكو، حيث عقد اليوم اجتماع ثلاثي بين وزراء خارجية روسيا وسوريا وإيران حول الأزمة السورية. قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن سوريا بحاجة إلى خطة مساعدة كتلك التي خصصت لمساعدة أوروبا الغربية بعد الحرب العالمية الثانية. من جهة أخرى، قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم إن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة يشجع مسلحي تنظيم داعش على الانتقال من العراق إلى سوريا. الثقة بالولايات المتحدة وهم وسراب، هي لن تنفذ تعهداتها، هي تشن حملات إعلامية كاذبة ضد الاتحاد الروسي وضد سوريا وضد الجمهورية الإسلامية. وأكبر برهان يطرح السؤال نفسه، هل التزمت بالاتفاق الإيراني مع الدول 5+1 بشأن الموضوع النووي؟ كل الدول كانت ملتزمة إلا الولايات المتحدة، ما زالت تنظر بفرض عقوبات على الجمهورية الإسلامية. أما الأوضاع على الأرض، فقصفت الطائرات الروسية مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة في ريف إدلب شمالي سوريا صباح اليوم بعد إصابة جندي روسي في قصف صاروخي. هذا فيما حمل أمين عام الأمم المتحدة النظام السوري المسؤولية القانونية في الهجوم على مدرسة في ريف إدلب والذي أسفر عن مقتل 22 طفلا. إذا كان هذا الهجوم متعمدا فإنه يرقى إلى جريمة حرب. إن استمرار هذه الأعمال المروعة يعود إلى أن مرتكبيها إن كانوا في أروقة السلطة أو من المعارضين لا يخشون العدالة. لذلك ندعو إلى تحقيق فوري ونزيه في هذا الهجوم والهجمات المماثلة على المدنيين في سوريا.
من جانبه أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين عدم اقتناع بلاده بنتائج تحقيق الأمم المتحدة حول الهجمات الكيماوية في سوريا. اتهم التحقيق الدولي الحكومة السورية باستخدام الغازات السامة والأسلحة الكيماوية بمحافظة إدلب لأغراض عسكرية في مارس 2015. There was a suggestion. انطلاقا من أن النتائج لا تعتبر نهائية، فهي لا تمتلك قوة قانونية ولا يمكن أن تكون بمثابة نوع من الاتهام لاعتماد قرارات قانونية. لذلك يمكن أن نقول إن تحقيق اللجنة يخرج بشكل واضح عن حدود صلاحياته ويحاول فقط تكوين رأي في صالح ملاحقة بعض الأفراد. رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استئناف جيش بلاده للغارات الجوية على الجزء الشرقي من حلب ممددا بذلك الهدنة الإنسانية. قال ديمتري بيسكوف الناطق الصحفي باسم بوتين أن الأخير يعتبر استئناف الغارات الجوية في حلب أمرا غير مفيد في الوقت الراهن، مشددا على أن الهدنة الإنسانية المتمثلة في تعليق تحليق الطيران الروسي والسوري تشمل حلب فقط. وأكد بيسكوف أن الرئيس الروسي هو من سيتخذ القرار حول الاستئناف المحتمل للقصف الجوي. إلى العراق، حيث أعلن جهاز مكافحة الإرهاب بالعراق عن إتمام قواته المهام الموكلة إليه في محور شرق الموصل، مضيفا أن القوات تتمركز شرق الموصل بانتظار القوات القادمة من جنوب المدينة لاستكمال العمليات العسكرية. من جانبه قال المتحدث باسم قوات الحشد الشعبي العراقية إنها على وشك أن تشن هجوما على مواقع تنظيم داعش غربي الموصل لمساعدة الجيش في حملته لاستعادة المدينة. في قناص؟ أعلنت الهيئة العامة للأمم المتحدة أن تنظيم داعش قتل 232 شخصا قرب الموصل أمس الأول الأربعاء، بينهم مدنيون وعناصر للقوات العراقية رفضت الامتثال لأوامره، كما اختطف 8000 أسرة عراقية. حذرت الأمم المتحدة من تفاقم الوضع الإنساني في الموصل بعدما أجبرت حدة المعارك بها نحو 12000 شخص للنزوح ومغادرة منازلهم لمخيمات للاجئين. And then in Mosul itself, ما تشهده مدينة الموصل هو أسوأ سيناريو يمكن أن يحدث، حيث أثرت المعارك على أكثر من مليون شخص. لذلك نعتقد أن الوضع الإنساني في الموصل سيكون الأكثر تعقيداً خلال عام 2016. ليس بعيدا، أكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي لواء أحمد عسيري أن السعودية لم تشارك في أي عمليات بالعراق، فيما أبدى عسيري استعداد المملكة لمشاركة التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة في المعركة العسكرية المتوقع انطلاقها قريبا في مدينة الرقة السورية لطرد تنظيم داعش إذا ما طلب منها ذلك. في ليبيا، تواصل قوات عمليات البنيان المرصوص التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية تضييق الخناق على مدينة سرت أملا في إخراج مقاتلي تنظيم داعش من المدينة. كانت القوات الليبية استخدمت نيران المدفعية والقوات البرية اليوم لاستهداف قناصة داعش الذين يختبئون بمنطقة الجيزة البحرية في مدينة سرت، بعد أن تقدمت القوات باتجاه المنطقة حيث تعد آخر حي باق تحت سيطرة تنظيم داعش، يمثل الوصول إليها المرحلة الأخيرة في معركة تحرير مدينة سرت. خسرت روسيا مقعدها في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، حيث لم تتمكن من الحصول على الأصوات الكافية للحفاظ على مقعدها في المجلس بعد أن تفوقت عليها المجر وكرواتيا. جرت المنافسة على 14 مقعدا في المجلس المكون من 47 دولة، وكان أكثر من 80 منظمة لحقوق الإنسان والإغاثة قد دعت الاثنين الماضي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى إخراج روسيا من المجلس على خلفية حملة القصف التي تشنها موسكو في سوريا.
في لبنان قال النائب وليد قنبلاط إن غالبية كتلته السياسية لقاء ديمقراطي ستؤيد ميشيل عون ليصبح رئيسا للبنان في تصويت سيجرى في البرلمان يوم الاثنين. يأتي دعم قنبلاط لعون بعد تأييد رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري ورئيس حزب الله حسن نصر الله لعون، بالإضافة للدعم الذي يحظى به من رئيس حزب القوات اللبنانية سمير قعقع. ويعد لبنان بلا رئيس منذ حوالي عامين ونصف العام بسبب انقسام أطراف المعادلة السياسية في التوافق على رئيس بعد خلو المنصب بانتهاء مدة ولاية الرئيس السابق ميشيل سليمان. كما سبق وذكرت هناك قد من يعترض أو قد لا يوافق، لكن غالب اللقاء الديمقراطي والحزب الاشتراكي مع ترشيح وانتخاب العماد ميشيل عون لرئاسة الجمهورية بعد انتظار عامين ونصف. أنا الحزب التقدم الاشتراكي. في أمريكا ظهرت هيلاري كلينتون المرشحة الديمقراطية بانتخابات الرئاسة الأمريكية مع السيدة الأولى ميشيل أوباما إحدى أقوى داعميها في تجمع انتخابي في نورث كارولينا لحث الشباب والنساء على التصويت. أشادت كلينتون بميشيل أوباما لدفاعها عن حقوق الفتيات والنساء في أنحاء العالم، بينما وبخت ميشيل ترامب دون أن تذكره بالاسم بعدما سألت الحشد عن أي مرشح يرغبون في أن يمثل بناتهم في البيت الأبيض. She is absolutely ready to be commander-in-chief on day one, and yes, she happens to be a woman. انزلقت طائرة خاصة كانت تقل مايك بينس المرشح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس الأمريكي أثناء هبوطها على مدرج مطار لاغوارديا في نيويورك. بحسب وسائل إعلام أمريكية فإن الحادث لم يسفر عن وقوع أي إصابات بين ركاب الطائرة الذين يبلغ عددهم 30 شخصا، بينهم زوجة بينس كاترين وابنته تشارلوت. سلمت تركيا وزارة العدل الأمريكية وثائق إضافية تدعم طلبها تسليم رجل الدين التركي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله جولين الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 من يوليو الماضي. قالت وزارة الخارجية الأمريكية أن وزير العدل التركي بكر بوزداج ونظيرته لوريتا لينش شددا في نقاشاتهما على أن عملية تسليم المتهمين في كل من الولايات المتحدة وتركيا تخضع لعملية قضائية، وتبعا لذلك يجب أن تستوفى الطلبات معايير البلد المعني بالطلب. دعت الحكومة البريطانية فرنسا إلى تأمين الحماية كما ينبغي للقاصرين في منطقة كالي، ما أثار مفاجأة لدى السلطات الفرنسية التي ذكرت البريطانيين بمسؤولياتهم. وبحسب بيان صادر عن الحكومة فإن وزيرة الداخلية البريطانية تباحثت مع نظيرها الفرنسي للتأكيد على ضرورة حماية الأطفال الذين ما زالوا متواجدين في كالي كما ينبغي. في دبي تجربة فريدة في مجال العلاج الطبيعي، كهف ملحي يصنف كأكبر الكهوف الملحية التي صنعها الإنسان بالعالم، يرتاده الزوار بهدف الاستشفاء والعلاج. المزيد في التقرير التالي. ريادة جديدة تحققها دبي في مجال العلاج والاسترخاء. هنا بمركز وافي أكبر الكهوف الملحية التي صنعها الإنسان بالعالم، مكان يرتاده الزوار بهدف تحسين الصحة العامة والتخلص من أمراض جلدية وتنفسية مستخدمين غبار ملح أثبت فعاليته في علاج قرابة 18 مرضاً. فكرة العلاج بالملح موجودة على مستوى العالم، في أوروبا، في النمسا، في أستراليا، وإحنا هلأ موجودين بأكبر كهف ملحي في العالم من صنع الإنسان موجود في الإمارات خصيصاً في دبي. فعلاجنا يدخل الواحد يسترخي ويستنشق الملح الطبيعي لمدة 45 دقيقة، وهذا ملح صخري طبيعي الغير الخام الغير مكرر، فبيعالج كل أنواع الحساسية الصدرية اللي عندهم مشاكل في التنفس، الجيوب الأنفية والربو، والحساسية الجلدية مثل حب الشباب، الإكزيما والصدفية. وكمان يبدأ من عمر 6 شهور في مكان مخصص للأطفال يعطيهم مناعة وحصانة، يعني من 6 شهور إلى آخر العمر. كهف بناه خبراء على مساحة 125 متراً مربعاً بحيث تتوافق معاييره مع نظيرتها العالمية،
زود بمقاعد جلدية ونظم تهوية وتعقيم دقيقة. أما غبار الملح الذي لا يمكن رؤيته بالعين المجردة فيحتوي على 83 نوعاً من المعادن، وتقوم أجهزة حديثة بطحنه ليتم توزيعه في أرجاء الغرفة بهدف الاستنشاق. جيت للكهف الملح أول مرة، كنت صراحة مبهورة بالديكور الطبيعي الموجود داخل. جربت 6 جلسات كثير ارتحت عليهم. كان عندي مشاكل في التنفس، واللي عايش داخل دبي يحس بهالأشياء، أنه في رطوبة وفي يعني في صعوبة في التنفس ساعات ما يكون في رطوبة عالية في الجو. زود كهف الملح بمساحة خصصت للأطفال، بها ألعاب تحفزهم على بذل مجهود واستنشاق الغبار بشكل أفضل، ما يساعد على تدمير البكتيريا والفطريات بالجلد والبشرة. والآن أصبح الكهف مرتبطاً بمستشفيات وأندية رياضية بهدف التدريب والاستشفاء. ورغم وجود أكثر من 500 كهف ملحي بالعالم، إلا أن تجربة دبي تعد الأكثر تفرداً. إيمان الخولي، النهار اليوم. والآن نذهب سوياً إلى الجولة الاقتصادية. قال المتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس إن قرض صندوق النقد لمصر والذي يبلغ 12 مليار دولار لن يتطلب خفض الدعم على السلع الغذائية. أضاف أن برنامج القرض حقق تقدما في عدد من الأهداف والإجراءات، ومن المنتظر أن يكون جاهزا لموافقة مجلس الصندوق عليه خلال الأسابيع القليلة القادمة. تقدمت مصر 64 مركزا من بين 190 دولة في مؤشر استخراج التراخيص بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي. قال مصطفى مدبولي وزير الإسكان إن هذا التحسن في ترتيب مصر يرجع إلى قيام رئيس الوزراء بتشكيل لجنة تنسيقية بوزارة الاستثمار تضم الوزارات المعنية، بما أتاح لوزارة الإسكان إيضاح الآلية التي استحدثها قانون البناء لتبسيط إجراءات استخراج التراخيص، مشيرا إلى أن هذا التقرير بمثابة شهادة دولية على تحسن مناخ الاستثمار بشكل علمي. شهد لواء أركان حرب أحمد حامد محافظ السويس قرعة إسكان عمارات تطوير العشوائيات بمدينة العبور. أعرب المحافظ عن سعادته بتسكين 74 أسرة من سكان عزبة الصفيح بحي 40، مشيرا إلى أنه قرر تخفيض الإيجار لهذه الوحدات إلى 75 جنيها بدلا من 150 جنيه، إضافة إلى إعفاء الأسر من رسوم عداد تركيب الكهرباء، مساهمة من المحافظة في رفع المعاناة عن كل هذه الأسر. ناقش محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان مع السفير الهندي في مصر سانجاي باتشاريا العلاقات المصرية الهندية وتوطيدها وسبل الاستثمار داخل محافظة بورسعيد وخاصة في منطقة شرق التفريعة. كان اللواء عادل الغضبان استقبل السفير الهندي في مصر وممثلين عن الهند في الاحتفالية التي أقيمت لإحياء ذكرى رحيل المهاتما غاندي وزيارته لمصر عام 1931 ومروره بمجرى قناة السويس الملاحي. وقعت وزارة الكهرباء اتفاقيات مع 10 شركات لشراء الكهرباء المولدة من محطات الطاقة الشمسية ضمن المرحلة الأولى لبرنامج تعريفة التغذية الكهربية. تقدم عدد كبير من الشركات في المرحلة الأولى من البرنامج لإقامة محطات لتوليد الكهرباء من الشمس والرياح، لكن عددا كبيرا منها واجه مشكلات في الحصول على التمويل من الخارج بسبب رفض الحكومة اللجوء للتحكيم الدولي في المنازعات. قال مصدر مسؤول بقطاع البترول والثروة المعدنية إن إنتاج مصر من الغاز الطبيعي المنتج من مناطق امتياز حقول الشركات المصرية والمشتركة ارتفع بمعدل ملياري قدم مكعب خلال أغسطس الماضي، وأضاف أن إجمالي الإنتاج بلغ في شهر أغسطس 139.8 مليار قدم مكعب من الغاز بمتوسط 4.504 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي.
في الأخبار الاقتصادية أيضا، صرحت مي أبو النجا وكيل المحافظ المساعد للبنك المركزي بأن البنك يدرس السماح بصرف قروض للتمويل المتناهي الصغر وسدادها عبر الهاتف المحمول. أضافت أبو النجا أن البنك المركزي يدرس السماح للشركات بتسوية أي مستحقات لشركات أخرى، وكذلك السماح للأفراد بسداد قيمة الخدمات الحكومية عن طريق الهاتف المحمول لتقليل الاعتماد على الدفع النقدي. هذا ويقصر البنك المركزي تحويلات الأموال عبر المحمول حاليا على التحويلات بين الأفراد. وإلى الأخبار الرياضية. إلى الساحرة المستديرة، حيث تعادل فريق نادي الزمالك مع سموحة بدون أهداف ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الممتاز، ليرتفع رصيد سموحة إلى 13 نقطة بالمركز الثاني خلفا للنادي الأهلي المتصدر برصيد 16 نقطة، بينما ارتفع رصيد الزمالك إلى 4 نقاط بالمركز الثاني عشر بعد خوض مبارتين فقط. وصلت إلى القاهرة بعثة منتخب مصر للطائرة سيدات تحت سن 23 سنة قادمة من كينيا على متن خطوط مصر للطيران، حيث ارتدت اللاعبات الميداليات الذهبية لدى وصولهن. وكان منتخب السيدات قد توج بلقب البطولة الإفريقية وتمكن من التأهل لبطولة كأس العالم. إلى منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يسعى اليوم فريق أرسنال إلى أن يعوض تعادله المخيب الجولة الماضية أمام ميدلزبرا بحلوله ضيفا على سندرلاند، بينما يسعى مانشستر يونايتد لمحو أثار خسارته أمام تشيلسي الأسبوع الماضي باستضافته بيرنلي، ويحل مانشستر سيتي ضيفا على ويست بروميش ألبيون، وأخيرا يواجه حامل اللقب ليستر سيتي منافسه توتنهام ساعيا للخروج من سلسلة نتائجه السلبية هذا الموسم. إلى الدوري الإسباني لكرة القدم، حيث يتوجه ريال مدريد اليوم إلى شمال البلاد وتحديدا لإقليم الباسك لمواجهة صعبة تجمعه بنظيره ألافيس العائد حديثا إلى دوري الأضواء، فيما يخوض غريمه التقليدي برشلونة حامل اللقب اختبارا سهلا أمام ضيفه غرناطة ضمن منافسات المرحلة العاشرة من الليغا. واستعاد النادي الملكي الصدارة في المرحلة الماضية بفوزه على ضيفه أتلتيك بلباو بهدفين مقابل هدف. توفي أمس الفنان اللبناني ملحم بركات عن عمر يناهز 71 عاما بعد صراع مع المرض بحسب ما أعلن مدير أعماله جورج قعقع. يعد بركات من أشهر المطربين والملحنين اللبنانيين والعرب، واشتهر بعشقه للهجة اللبنانية التي حمل راياتها لسنوات، حيث كان يرفض الغناء بأي لهجة أخرى. كان بركات أدخل المستشفى منذ أسابيع نظرا لتدهور حالته الصحية. أعلنت الدكتورة ماجدة واصف رئيسة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي تفاصيل الدورة 38 للمهرجان المقرر انعقادها في الفترة من 15 حتى 24 من نوفمبر المقبل. خلال مؤتمر صحفي قالت واصف إن المسابقة الرسمية للمهرجان تضم 16 فيلما، منها فيلمان مصريان، فيما تم اختيار الصين ضيف شرف هذا العام، مضيفة أن التكلفة الكلية للمهرجان تصل إلى 9 ملايين جنيه.
وافق الاتحاد الأوروبي و24 دولة على إقامة أكبر محمية بحرية في العالم بالمحيط القطبي الجنوبي لتغطي مساحة هائلة تبلغ 1,550,000 كيلومتر مربع من المحيط. قالت لجنة المحافظة على الموارد البحرية الحية في القطب الجنوبي إن تلك المنطقة في بحر روس ستكون محمية من الصيد لمدة 35 عاما وتغطي منطقة الحماية مساحة بها معظم أنواع الحيتان والطيور البحرية والأسماك بالعالم. نظم المواطنون في ولاية فلوريدا الأمريكية مهرجانا خاصا للحيوانات الأليفة للاحتفال بالهالوين. ألبس المواطنون للكلاب أزياء تنكرية ونظارات شمسية وبدأ الاستعراض الكبير الذي شاهده المئات من سكان الولاية. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية غدا تحسنا في الأحوال الجوية على أغلب الأنحاء ليسود طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا ومائل للبرودة ليلا. كما تقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحا على شمال البلاد، وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة بإذن الله. مشاهدينا الكرام، ورد إلينا خبر عاجل يفيد باشتعال نيران بطائرة بمطار شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية، وهذه صور حية من المكان ننقلها لكم على الهواء مباشرة.
مشاهدينا الكرام، في الختام هذا تذكير بأهم وأبرز ما ورد من أنباء. غدا رئاسة الجمهورية تبدأ تشكيل لجان متابعة قرارات السيسي بمؤتمر الشباب. مصرع 13 شخصا بسبب السيول في الصعيد والحكومة تتابع الموقف. الداخلية تعلن مصرع شخص وإصابة آخر في انفجار قنبلة بعين شمس. لمزيد من المتابعة لأخبار النهار يمكنكم زيارة موقعنا النهار.tv، كما يمكنكم التواصل معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وإنستغرام ويوتيوب. تحية طيبة لكم أينما كنتم.